السلام عليكم، أبوريكم شيء بس عاد لا تضحكون. أنا حين أحيانا يعلق عندي التشغيل، ليش؟ عشان الأصبع يا أخوان. أبوريكم الحين بالأصبع، الأصبع يتحرك من مكانه. حلوين حلوين، مو متحرك من مكانه، لا، في عندي سلك هنا حق الكنوي، طبعا نظفت وركبت جديد وصار يدقر هنا. عاد بشتغل الحين، بس لا تضحكون، أبوريكم شلون أشتغل. طبعا نطفي الموتر ونجيب العدة هنا، لا أحد يضحك. ها، حط انا بخيشة رز، نشوف مفتاح 10 10. ايوه هذا 10. ننظف هنا وبعدين نجي ركبة ثانية. الامور تمام هنا. شوفوا الحين ما عاد يشتغل عندي الموتر. وش السبب؟ البطارية تمام، كل شيء تمام، أصابع تمام، أصابع الجديدة تمام، هذه موصل الكهرب. طيب كيف نعرف انه الحين المشكلة من عنده؟ الحين اوريكم. شوفوا 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 الحين قاعد يطلع كهرباء، شوف قاعد يطلع شرار. الحين بولع النور، شوفون ولعنا الكهرب كذا. الحين نجي شوفوا شوفوا، ها شوفوا النور اشتغل، شوفوا طفى اشتغل، شفتوا؟ يلا الحين نبي نصلحه، نبي نفك الحين الراس. شوفوا الحين شلون ملتمس، لازم نشده. نبي نفك الحين الراس، نبي نطفي السويتش، طفي واسحب المفتاح. رتبت هنا ونشد، شدينا وخلاص. بسم الله يا سلام. كل شيء تمام، سمسم جديد، طفي ما شاء الله. تمام يا معلم، عاد لا احد يضحك. طبعا انا ضبطت الامور هذه وشديتها مثل ما تشوفون، شديته من هنا وشديته الاصبع. طبعا اصابع جديده، اصابع جديده. وهذا سلك الكنود، ندخله داخل هنا سلك الكنود، عاض عليه. تشوفون ها ما شاء الله شاد واموره تمام، كل شيء تمام. طبعا هذا السالب يجي هنا ويجي هنا ويجي بالجير، ثلاث اسلاك سالب. حلوين حلوين. والموجب عاد يشبك عاد بالباقي اللي يشتغل بالسياره. طبعا اذا نقص السالب يا اخواني تدق الدقه تصير ضعيفه. خذها قاعده في كل السيارات خصوصا الديزل. ما ادري وين راحت وضاعت الزبده، انها هذه حقت المساحات. طبعا هذا الرديتر، وهذا للرديتر، وهذا للرديتر، ثلاثه. نيسان اصلي اصلي نيسان اصلي. كل ما فضيت شويه اروح ادور اسلاك اشوف وش فيه، اقعد احوس وخربط. عندنا هنا فيوزات عشان لا قدر الله عشان الحرايق، لازم نلعب. طبعا هنا اقدر اخذ فيوزات احتياطيه في حال ان طفت السياره شيء. لكن ذاك اليوم يوم اني طفيت وبلشت بربع الخالي كانت الطرمبه، والطرمبه ما كان عندي اي يعني حركه. احيانا تضيع عندك الكلبسات، احط فيها زي كذا. شوف هذه الكلبسات تضيع، احيانا احط لها زي كذا، يعني زي هذه ابغى احط لها. هذا الهواء كلش اشتغلته كامل ما شاء الله، امور تجيه. بعض الاسلاك حساسه، فمثل هذه انا ربطتها. والحين نبرمج الساعة كذا، يمين منت يسار كانت سيارتك بنزين زين. ففي عدة أسباب، من ضمنها البطارية، من ضمنها الشوط، ومن ضمنها والأهم منه كله السالب يا أخواني. السالب تصل الماكينة، تصل البدي، وتصل الجير. ترى ثلاث أسلاك لازم تكون موصلة مع بعض وتكون سليمة وتكون متينة. السالب وتكون والبطارية تتأكد انها ممتازة. البواجي صحيح انها لها سبب. في شيء ثاني اللي هو الديلكو. الديلكو عاد الكتروني ولا عادي، عاد هذا بعد يلعب دور بالموضوع. هذه اهم الحاجات في تأخر التشغيل. الله يوفقنا وياك كل ما يحب ويرضى. شوفوا حقين الكربليتر احيانا يحطون هنا قستير عشان لا جاي يشغل بالحر بالبرد. سهلة، إذا دقر معك موتر صب هنا موية حارة زين وشغل على طول، دق بسرعة واضغط بنزين خليك على طول يشتغل معك. بوريكم شيء سوالي إياه واحد الله يبيض وجهه.
إنسان الصراحة أتعلم منها الكثير. ركب لي هنا كانت ما بشغالة عندي، طلع ما فيه سلك، ركبت واحدة جديدة غير حقت الوكالة. شوفوا هنا ما شاء الله، نبي نروح للظلام تشوفون شكلها. بس قبل ما نروح الظلام نشيل هنا دحويسنا. طيب وش دخل السلك هذا؟ هذه أحيانا الفيوزات إذا ضربت عندي وما عندي سبير أستفيد من أسلاك النحاس هذه. ما شاء الله، ما عليكم سروال فنيلة طالع برا. يا أقرب جهاز، يا أقرب جهاز. شوفوا هنا أمشي بالطريق أنا، بس شوفوا أصبر الحين. شوفوا هنا، شوفوا جيت هنا بشغل النور هنا، يعني في نارة خفيفة. طبعا أنا مخليها تحت كذا كذا. شوفوا شوفوا ما شاء الله، ها شوفوا ما شاء الله. استودعكم الله في نهاية هذا المقطع، أتمنى أنكم تضغطون على زر الاشتراك وتفعلون الجرس.